أفاد مراسل العربي باستشهاد 14 شخصا من بينهم 6 أطفال جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزي في حي السلام شرقي رفح جنوب قطاع غزة. وكان من بين الشهداء رضيعان توأمان رزقت بهما عائلة وسام أبو عنزة بعد 11 سنة من الانتظار، كما أوقع القصف عددا كبيرا من المصابين، وتوجه المتطوعون وطواقم الإسعاف لنجدة المصابين ومحاولة إخراجهم من تحت الركام.